معنا على الهاتف من تونس موفد قناة الأهلي الزميل فاروق صلاح مباشرة من منزل السفير المصري السفير إيهاب فتحي. إيهاب فهمي، اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا أستاذ إبراهيم، وكل التحية للمهندس عادل القيعي، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل زي ما حضرتك يعني تشرفت، احنا موجودين حاليا في منزل معالي السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية بتونس، وكان الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة والوفد الإعلامي لبى دعوة معالي السفير لتناول وجبة العشاء وتبادل الدروع هنا في منزل معالي السفير إيهاب فهمي. أدي لقطات. تمام فاروق، البعثة لبت الدعوة والكابتن خطيب كرم معالي السفير. بالفعل يا استاذ ابراهيم، الكابتن الخطيب كرم معالي السفير وتبادلوا الدروع، يعني تعذر طبعا انضمام باقي افراد بعثه فريق النادي الاهلي طبعا يعني لفرض، وده كان امر طبيعي لفرض مزيد من التركيز على البعثه بالكامل. فلبى الدعوه الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره موجود طبعا، الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ خالد مهندس خالد مرتجي، الاستاذ محمد سراج الدين، الدكتور محمد سراج الدين، والاستاذ محمد جمال الجرحي، والوفد الاعلامي المرافق لبعثه فريق النادي الاهلي. انا ايضا استاذ ابراهيم عايز يعني من خلالك برضو ان انا اقربك من الصوره واطمنك على حاله البعثه. خليني في البدايه اقول لك من خلالنا حصريه من خلال قناه النادي الاهلي، يعني بعد التاكد من الكابتن سيد عبد الحفيظ والدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ثبوت سلبيه مسحه جميع افراد بعثه فريق النادي الاهلي بالكامل، سلبيه المسحه اللي اجريت للفريق اليوم طبعا لاستعدادا لخوض اللقاء. ايضا عايز اطمنك على حاله المصابين طبعا. النهارده اكتمل الفريق كان بالامس طبعا مستر بيتسو موسيماني فضل ان هو يدي راحه لاليو ديانج وعلي معلول لمشاركتهم في اللقاء الودي ما بين تونس ومالي. النهارده اللي كانوا موجودين في تدريب الفريق اللي اقيم على الملعب الفرعي باستاد رادس الاولمبي ليستضيف احداث اللقاء، طبعا اللقاء المقرر اقامته في الخامسه بتوقيت تونس السادسه بتوقيت القاهره. طبعا مستر بيتسو موسيماني النهارده كان بيجرب اكتر من طريقة لعب، وقف على مفاتيح اللعب الخاصة بفريق الترجي التونسي، عقد محاضرة فيديو للوقوف على جميع الإيجابيات ومفاتيح اللعب بفريق الترجي التونسي. النهارده تقدر تقول بيجرب أكثر من طريقة لعب 4 3 3 4 2 3 1. طبعا بعض الأمور طبعا أكرم توفيق بيجرب يا فاروق محمد هاني. فاروق أرجوك ألا تتطرق إلى طرق لعب وفنيات من فضلك، خلينا في الأخبار. تمام. الامور الثانيه يا استاذ ابراهيم برضو نتكلم على نقطه مهمه جدا، وهي الامور الخاصه بحضور الجماهيري، ودي من النقاط المهمه جدا. الجميع كان بيتساءل على الحضور الجماهيري، امر خاص مهم جدا، وهي عمليه الحضور الجماهيري. وطبعا الاتحاد الافريقي ارسل النهارده خطاب بالموافقه على حضور 5000 متفرج لفريق الترجي التونسي. طبعا اداره نادي الترجي التونسي حطت بعض الشروط طبعا للجماهير اللي هتكون موجوده في ارض الملعب، ابرز هذه الامور اللي حاصل على لقاح كورونا. الامر الثاني هي مسحه البي سي ار اللي بتكون قبل المباراه ب 72 ساعه. ايضا النقاط الثانيه، النقطه المهمه مسحه الرابيد تيست، وديت اداره نادي الترجي التونسي تكفلت انها تعملها مجانا للجماهير، وهتبقى ان شاء الله يعني صباحا من الساعه 8 حتى الساعه 6 عاملاها بصوره مجانيه لجماهير الترجي التونسي. من المقرر ايضا ان دخول الجماهير هيكون في تمام الساعة 12 من ظهرا حتى قبل موعد المباراة بساعة. طبعا أسعار التذاكر الدرجة الأولى هتبقى ب 50 دينار تونسي، والدرجة الثانية تكون ب 30 دينار تونسي، لكن الأمور حسمت يا أستاذ إبراهيم باشمهندس عادلي إن هم 5000 متفرج فقط اللي تم السماح بيهم للدخول للملعب. إذا يعني لا صحة لمتردد إن ممكن الأعداد تزيد تصل إلى 15. لا، ما فيش الكلام ده غير صحيح بالمره، يعني تم التاكد من هذا الامر. النهارده الخطاب الرسمي وصل لنادي الترجي التونسي ب 5000 متفرج هو اللي تم السماح فيهم من قبل الاتحاد الافريقي لمسؤول الترجي التونسي. نشكرك يا فاروق على هذا السرد المتميز، وشكرا جزيلا تكون موجود معانا في مزيد من الاخبار باذن الله.
شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي إلى تونس. وأعتقد حط حضراتكم في آخر المستجدات بالنسبة للبعثة الكابتن محمود الخطيب. طبعا تقديرا لمعالي السفير إيهاب فهمي حرص على تلبية الدعوة رغم أنه هو دايما وأبدا حريص على التواجد مع البعثة للمزيد من التركيز من جانب اللاعبين. يعتذر يعني بس حاول يعتذر، لكن تقديرا للسفير وجهوده الحقيقة حرص أنه يكون موجود على رأس وفد النادي الأهلي. وتكريم معالي السفير بعد ما الاطمئنان على الفريق أدى المران، حضروا التمرين في الملعب وملعب الجامعة التونسية، ثم انتقلت بعثة الفريق إلى فندق الإقامة، وتوجه كابتن الخطيب وأعضاء المجلس إلى منزل السفير.